احتفلت بالدوري مع اللعيبه ازاي يا عم صلاح؟ والله يا كابتن الحمد لله، لكن كنت قعدت في الملعب من اول الماتش على التراك، والحمد لله استنينا لما الماتش خلص ونزلت الملعب واحتفلت مع اللعيبه وصورنا وبصراحه ربنا كانت ليله حلوه ساعتها لما خدنا الدوري. الحمد لله الحمد لله، كانت يوم 28 والحمد لله خدنا الدوري وفرحنا. بس يعني انت كان عندك ثقة في لعيبة الزمالك عم صلاح في الفترة ايوه الأخيرة؟ كان عندنا ثقه الحمد لله، كان اه، عندي ثقه في لعيبه نادي خاصة الزمالك. كمان آخر 7 مباريات اللعيبة كانت ما شاء الله يعني. اه والله يا كابتن انا يمكن الحمد لله اخر 7 8 مباريات رحت نادي الزمالك وقلت للعيبه، قلت لهم يا جماعه تكلمت مع اللعيبة. اه، قلت والله يا كابتن زي ما بقول لك كده، قلت لهم انتوا قدامكم 8 مطوشه، دول 8 مطوشه هتكسبوهم هتاخدوا الدوري. يمكن لو سالت اي لعيب من هناك هيقول لك فعلا الكلام ده حصل، وكانوا كلهم قاعدين في الملعب، كان في تمرين بعد التمرين، قلت لهم في 8 مطوشه انت ان شاء رحت الله. حضرت التمرين واتكلمت مع اللعيبة. اه بعد ما اتمرن بعد ما اتدرب قلت له، كان بس كان الكابتن اسامه نبيه كان ماسك في الجهاز. كابتن أسامة اللي خدك للعيبة بعد التمرين. والله يا كابتن الكابتن اسامه جه سلم عليا بعد التمرين وكلمته كلمتين كده كويسين، تقول له يا كابتن قلت له ايه اسامه بقى؟ شد حيلكم بقى في الدوري وان شاء الله الدوري هيبقى بتاعنا، وخلي اللعيبه تبقى رجاله في الملعب في الماتش اللي باقيين دولت. جاي لك بقى، تعالى اقول الكلام ده للعيبه صح؟ اه فقلت للعيبه، قلت له ممكن يوسف اوباما بصراحه ربنا جه جري من الملعب وسلم عليا بعد التمرين، او كان التمرين شغال كمان ساب التمرين وجي سلم عليا يوسف اوباما، وكابتن محمود جنش سلم عليا وكابتن محمد عبد الشافي. بصراحه لعيبه نادي الزمالك كل لعيبه محترمه، ما فيش لعيب قصر معايا بصراحه، اللعيبه كلها محترمه.